كانت طفولتك؟ طبعا زي اي طفلة. على فكرة انا برضو ما كبرتش قوي، يعني لسه طفلة جوايا طفلة. يعني من كام سنة كده كنت طفلة؟ يعني بتاع 3 4 سنين. 3 4. لا انا طفولتي كانت يمكن غريبة شوية. من ناحية انا انطوائية، مش بروية، لا انطوائية. يعني كنت اولا خجولة جدا، مش طفلة شقية. ويمكن اكون كانوا ساعات كانت ماما ساعات تفتكر ان ده مرض ان انا ما بتشقاش، انما ممكن اعمل حاجات غريبه. يعني زي ايه؟ تلاقيني هاديه جدا وقاعده ساكته وما فيش اي حاجه، انما اكون بفكر في حاجه هعملها مثلا بعد يومين ثلاثه، هبوظ حاجه عجبتني مثلا الزهريه اللي محطوطه او الفازه اللي محطوطه دي وعايزه اكسرها، عايزه ادشدشها مثلا. بتخططي ليه؟ اقوم اقعد افكر ازاي اعملها من غير ما يضربوني، من غير ما يقولوا لي ما اعرفش ايه، من غير ما يكلموني، بس مش بشقاوه. يعني اروح لجات عندها واروح ماسكاها كده واروح راميها كسرها، مش تيجي بالصدفه يعني ان انا مثلا خبطتها او وقعت. يعني لا. مش شقاوه عفويه، لا مش ولا تتفقين. لا بوضوح يعني من غير يعني رايحه عشان اكسرها، خلاص جالي مزاج ان انا اكسرها فهكسرها، بيضربوني بعد كده يعملوا اللي يعملوه، بس المهم ان انا اكسرها وبس. فطبعا كانت غريبه جدا، وده طبعا بيتهيألي راجع انا اتربيت في مدارس رهبات. الرهبات عموما تحسي ان هم ليهم نظام معين في التربيه، ما يحبوش الكلام الكتير، ما يحبوش الاسئله الكتير، ما يجاوبوش اجابات طويله لو اتسالوا. فده انا اخدته منهم فعلا، وخدت حته الانطواء دي منهم برضو شويه، والخجل برضو منهم. زي ما قلت لك زي اي طفوله عاديه، بس الشقاوه الهاديه المستكنه اللي هتبوظ الحاجه بس بشويش. يعني كانوا بيضربوكي بعد الشقاوة يعني المخطط لها؟ طبعا ما فيش شك، بس ما كانوش بيضربوني كتير، لان كنت لما بعمل الحاجة بقول انا رايحة علشان اكسر دي، فما يصدقونيش بكسرها بيضربوني، بس بيبقوا انا قلت لكم ان انا هبوظ ده، انا قلت لكم ان انا هخرب ده، انا قلت وانتم ما صدقتنيش. مش مشكلتكم يعني. علاقتك بالفنانة الكبيرة درية احمد دودو الام لا من الطفولة، يعني طبعا دلوقتي معروف العلاقة الكبيرة اللي يعني ما شاء الله باستمرار العلاقة بينكم، مش ممكن تبعدوا عن بعض. من الطفولة بدأت هذه العلاقة والصلة الوثيقة والالتصاق بها؟ يعني أنا ماما كانت بالنسبة لي أمي وأبويا وأخويا وأختي وصاحبتي وكل حاجة، ولا زالت طبعا. بس من الطفولة كانت كده، لأن أنا يعني تربيت بعيد عن بابا وما ليش أخوات خالص خالص يعني. يعني هي عوضتني الحقيقة كل ده، حتى عوضتني الأصدقاء، عوضتني الأب، الأخت، كل حاجة. يعني مش قادرة أقول لك قد إيه كانت جوايا من طفولتي لغاية اللحظة اللي بكلمك فيها. دلوقتي بتاخدي رأيها في أي عمل ليكي، في أي خطوة في حياتك؟ طبعا ما فيش شك، من زمان وأنا باخد رأيها لأنه يهمني جدا رأيها. مؤثر؟ أولا لأن هي عندها خبرة بما إنها فنانة. ثانيا أنا مقتنعة بكل كبيرة وصغيرة بتقولها، فاقتناعي زائد الخبرة اللي عندها بيخليني لازم أخد رأيها في كل حاجة، ولو إن بعد ساعات ما بعملش برأيها بس لازم أخد رأيها. ولما بتخلفيها بتعمل إيه؟ والله ما بتعملش حاجة، هي طيبة جدا، بس بتقولي شفتي لو كنت سمعتي كلامي كان ما حصلش ده. يعني بيطلع كلامها صح؟ أما أنا بقولك حتى لو بعد ساعات، يعني أنا عنادية شوية، لو بعد ساعات أحاول أقول لأ طب أنا مش هعمل المرة دي بقى برأيها وهتصرف أنا كذا، الاقي نفسي غلطت ساعات اقول لها يعني خلاص ما بجد ما لازم اعترف بالحقيقه، بس فما بتعملش حاجه اكتر من انها بتبتسم وتقول يعني لو كنت سمعتي كلامي ما كانش ده حصل. روح الاسره اتربيتي عليها من طفولتك، انعكس هذا على عملك في كل المجالات؟ ما فيش شك ان انا يعني حتى في اي مناسبه تلاقيني اسريه جدا، يعني في اعياد ميلاد، في اعياد عادية، في افراح، تلاقيني اسرية جدا مع عيلتي اكتر الوقت. يعني يوم ما بعمل عيد ميلادي بتبقى اسرتي اللي جالبة اكتر من اصدقائي، في افراح، في العيد، تلاقي ده يعني ده نظامي او ده الوضع اللي انا حتى بحبه وبرتاح له.
يعني لازلتي انطوائية؟ مش انطوائية يعني ايه، طبعا بحكمي كفنانة وبحكم ان انا لازم طبعا اخرج واقعد مع الناس واتكلم واشوف، لان احنا في مجتمع لازم نبقى متحضرين واجتماعيين، انما انا مش عايزة اقول انطوائية، مقلة الى حد ما في ان انا يبقى لي جروب كبير او اصدقاء كتير او سهرات كتير، يعني كل ده انا مقلة فيه جدا. لكن لابد انك تحافظي على العلاقات الاجتماعية بالزملاء بالزميلات. يعني الحمد لله ماليش، يعني ما فيش حد ملوش اعداء، انما الحمد لله ماليش ناس اقول لا ما احبهمش او ما اعرفهم، لا 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 خالص، كلهم حبايبي كلهم زملاء وكلهم اسرة، بس يعني انا مقلة في اختلاطي بالناس. بدايتك كانت سينما؟ بدايتي كانت سينما، وكان ميرامار سنة 70، دي كانت بدايتي مع الأستاذ كمال الشيخ. إزاي؟ جت إزاي؟ أنا من صغري وأنا بحب أمثل قوي وأغني وأرقص وأعمل أي حاجة فيها فن، فكان كل شغلتي بس أرجع من المدرسة أروح رامية الشنطة وأروح داخلة ألع المريالة وغسلة وشي غسلة إيدي معرفش إيه الحاجات دي، وأروح داخلة وقف قدام المراية، لا أفكر بقى لا في أكل ولا في شرب ولا في حاجة غير إن أنا أمثل أغني أرقص أكلم نفسي كده، يعني دي كانت بالنسبة للطفولة. بعد كده ابتدت تكبر معايا او جوايا، بما اني كمان في بيت فني، يعني ماما كانت متجوزة المخرج الاستاذ سيد زيادة الله يرحمه، واتربيت في الاسرة دي بين المخرج وبين الفنانة، وغصب عني بشوف سيناريوهات بتيجي وبتتقري وحاجات بتدرس وحاجات بتتعمل، شيء طبيعي ان الانسان حسب عارفه ما تعوديه يتاثر. وماما بتنام بدري عشان عندها شغل الصبح في التصوير، يوم اجازتي بتاخدني معاها الاستوديو بشوف جو الاستوديو بشوف الناس بشوف الكاميرات بشوف التمثيل بشوف ده، غصب عنه داخل اللي جوايا كمان اتربى معايا، فكنت غاويه قوي ده. ففي كان في برنامج اسمه مش عارفه مش فاكره بالظبط، المراه في التلفزيون، وكان في السيده سرايا حمدان، واخدتني في البرنامج عشان اقدم نظاره، يعني البس نظاره بس البرنامج المراه كانت الموضه النظارات ما اعرفش، فمسكت النظاره ولبستها. من حسن حظي ان كان الاستاذ كمال الشيخ بيتفرج على البرنامج ده وقال انا عايز دي تعمل دور دريه في ميرامار، وقد كان يعني الحمد لله، وماما ما ساعدتنيش طبعا في اي حاجه خالص لانها كانت رافضه ده تماما. ده ميرامار كان ايه العمل التاني؟ بعد ميرامار كانت ثرثره، كان الأستاذ حسين كمال بيحضر لثرثرة في نفس السنة تقريبا وطلبني، وفرحت جدا برضو انه مخرج كبير، وكان حسن حظي بقى ان ميرامار نجيب محفوظ وثرثرة نجيب محفوظ، فكانت بداية الحقيقة مشرفة وموفقة الحمد لله. بعد كده بقى عارفة يعني قعدت سنتين في البيت ما اشتغلش، لان لقيت نفسي بطلب في ادوار تانية، وانا حبيت ان انا لا يعني عايز اقول لا انا مادام انا في ميرامار كنت كويسه وفي ميرامار كنت كويسه وانه قد قالوا ده وان انا ابشر بان ممكن ابقى نجمه او بطله، طب ليه لا لو انا ابتديت اقبل الادوار التانية مستمره. دي بتبقى معرفش كانت وقتها بيبقى انطباع على اي مخرج، طب نجيب سهير رمزي تعمل، فانا قلت لا 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 لا، قعدت سنتين في البيت فعلا ما اشتغلش. اكتر فيلم حسيتي فيه بين الزملاء بروح الاسره كان اي فيلم؟ والله هو الحقيقه انه كل فيلم انا اشتغلت فيه كنت بحس بروح الاسره، والمفروض ان بطل وبطله الفيلم هم اللي بيعملوا الروح دي. ممكن انا اشتغل مع كاستا او مع مجموعه تبقى عاديه واخش اشتغل وامشي وكده، انما انا اللي المفروض احاول اعمل جو الاسري في الفيلم بما اني انا بطلة العمل ده، او اذا كان البطل اللي معايا برضو لازم بيحاول يعمل ده ان احنا نبقى اسرة، عشان احنا بنقضي وقت ممكن نقعد 8-9 ساعات مع بعض في المكان ده اكتر ما بعوده في بيتي، فان ما كنتش حس ان انا بين اسرتي فعلا ومرتاحة فعلا مش هنتج عمل كويس اطلاقا، انما ده المفروض ان انا اعمله في كل فيلم، يعني ما فيش فيلم الحمد لله حسيت فيه ان انا غريبه او كان وحش او بالعكس، احنا بنخلص الفيلم وبنزعل ان احنا سايبين بعض حتى لو كان العمل فيه مشاكل. عملتي مع مين من النجوم؟ يعني طبعا انا اسعدني الحظ ان انا اشتغلت مع الاستاذ فريد شوقي اللي هو الملك، وكانت بدايتي معاه في المسرح، كانت مسرحيه البكاشين، كان اول مره وكانت بطوله مطلقه ليا. سنه كام هي؟ كانت
حوالي 75 يعني بعد ما اشتغلت ميرامار بخمس سنين تقريبا عملتها وما اشتغلتش بعديها مسرح الحقيقة خالص. بس الحقيقة الأستاذ فريد شجعني وكون هو بقى طبعا فريد شوقي وحيقف قدام بنت جديدة وعلى المسرح دي كانت بالنسبة لي يعني شجعتني قوي. وطبعا هو أستاذ كبير يعني مش محتاج ان انا اتكلم عليه, انما اداني او فتح لي مجال بعد كده في السينما. يعني بعد ما اشتغلنا سوا مسرح ابتدى يطلبني في افلامه وعملنا كذا فيلم بقى ورا بعض انا وهو, فانا وقفت عن المسرح تماما بعديها. يعني اتعلمت ايه من الفنان الكبير فريد شوقي في المسرح؟ الالتزام, الحضور اللي فيه خفة دم, معاملة الزملاء. الحقيقة هو كان يعني شوفي فريد شوقي وفي المسرح تحسي ان هو بيبي طفل, ما هواش العملاق الخطير اللي ممكن لما تقولي تعمل فيه فريد شوقي الناس تبقى خايفة. لا لا لا, قد كده بسيط, قد كده ظريف, قد كده أسري, قد كده بيعمل جو فيه مرح فظيع. وفي السينما؟ وفي السينما تعلمت منه سرقة الكاميرا. ازاي؟ مش هقول لك ازاي, ده سر, ده سر. هو مالك في الحكايه دي على العموم, يعني اي حد يبقى جنبه تاكدي حتى لو ما عملش اي حركه خلاص كل العين عليه هو. فالحمد لله انا خدت منه شويه الحته دي. فكرك ان احنا عايشين يا عجايب؟ انهي دنيا دي اللي بتتكلمي عنها؟ الدنيا اللي بنط فيها الترميات علشان ابيع مشاط وفلايات ونفتالين بليه, ولا الدنيا اللي كل راجل فيها باصص لك بعين راضيه وعاوز يقرقش عظمك قبل لحمك؟ الدنيا وسعت على الناس ودقت علينا يا عجايب. في ناس بتتمنى يبقى عندها عمارات, يبقى عندها فلوس. انا مش عايز من الدنيا دي غير جوز جزمه, جوز جزمه يرحمني من الحافه اللي شقق رجليا. ست اشهر متجوزين يا عجايب, يوم ناكل وعشره لا. ضيعتك معايا, كنت عايز ستتك خوفتك, كنت عايز احميكي, كنت عايز احبك ما قدرتش. هي دي بقى الدنيا اللي بتتكلمي عنها يا عجايب؟ مش عايزها, زهقت منها. طربقها بقى يا رب, طربقها يمكن تتعدل. يا حبيبي يا مختار, تعبت يا عجايب. مصيرنا نوصل بر الامان. الموج عالي, ما احناش قده. دراعك في دراعك هنغلبه. ده احنا زغابه يا عجايب من غير ريش ولا جناحين. الجناحين موجودين يا مختار. هما فين؟ جواك وجواك. هما مين؟ ريا وسكينة. يعني ايه؟ امي وامك. مش فاهم. هيرجعوا تاني. اللي مات ما بيرجعش. اللي خلف ما ماتش. حلو قوي 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 وجميل, بس يا ريت اما نيجي نستحضر روح ريا وسكينه نستحضرها بالمشاعر اكتر, بالملامح اكتر, بالجسم, بالضوافر, بكل كياننا. بس ده جميل عشان اما تنشق الارض ويتزلزل الكيان وتطلع ريا وسكينه من بطن الارض. يا اسخدر يا مهم انك انت راضي عندها. الحمد لله, جميل جدا, راضي جدا, ده عظيم. اولا طبعا بالمناسبه ان مدام سهير اول مره يعني تطأ قدماها عتبة المسرح, فدخلها بإحساس عظيم قوي وتحفز عظيم وحب رائع للمسرح. وبصراحة ولادتها هتبقى ولادة عملاقة. وأنا بصراحة المخرج الكبير عبد السلام مدام سهير كتير, ما انا في ايد امينه بصراحه. قبل كده ليه ما كنتش بتشتغلي المسرح؟ لا هو هو ده سؤال جميل جدا طبعا, بس انا المسرح بالنسبه لي مش بحبه, بموت فيه حب, فاما اعمل مسرح مظبوط يا ما كنتش اعمل. فكانت السينما طبعا واخده كل الوقت, اي نص بيجي بحاول اقرا بحاول ما بلاقيش روحي لغايه ما حصلنا على النص ده. حقيقي وده يعني شيء انا بأحيي فيه الاستاذ الفنان الكبير المرحوم الاستاذ بهجة قمر, وطبعا اللي شجعني اكتر على ان انا اشتغل على المسرح وجود الاستاذ حسن عبد السلام, وده شيء يعني خلاني اخش المسرح وانا مطمنه ان انا في ايد امينه فعلا. الله يخليك. طبعا
العمل المسرحي بيختلف عن العمل السينمائي، عن العمل التلفزيوني، عن العمل الاذاعي من جميع الزوايا. بيستلزم بقى انك يعني تستعدي له فتره طويله. بقى لك قد ايه بتستعدي لهذا العمل؟ شيء بقى ما عندكش فكره. اولا احنا من 10 الصبح لتاني يوم 10 الصبح معسكر، مثلا عندنا معسكر وبالمواعيد بالثانيه. طبعا في استعراضات يعني من خلال المسرحيه بتحصل. الاستاذ حسن عفيفي اللي بيدربني، وما اعرفش انا حابه العمل ده بشكل يعني بتمنى من ربنا زي ما انا حابه يطلع للناس ان شاء الله. الفنان فاروق الفيشاوي طبعا ليك سوابق كتيره. سوابق مسرحيه. العمل المسرحي بالنسبه للفنان بيغير نظام حياته راسا على عقب، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. يعني هو احنا هنتكلم في الحاله المسرحيه اللي احنا فيها دي، واحنا بنشتغل 14 ساعه في اليوم لمده لما ربنا يسهل والعرض يطلع. واحنا مش محددين ميعاد الحقيقه، احنا محددين الميعاد اللي هنبقى جاهزين فيه، اللي الاستاذ حسن يقول انا راضي عن هذه المسرحيه واجبه الجمهور. لكن اعتقد برضو ان شغلنا الدائم لمده 14 ساعه في اليوم، وهو بيشتغل اكتر مننا لانه بعد كده بيسيبنا وبيروح عشان المزيكا وبيروح عشان الاشعار وكده. فلما ان شاء الله نبقى جاهزين يا رب هو الحقيقه النضج اهم كل شيء. والنضج عمره ما كان ايام. النضج احساس ومسؤوليه. وبلا مجامله يعني ابطال الروايه بيتحملوا المسؤوليه تحمل كبير جدا. احنا معانا طبعا غائبين عن الكادر، ولكنهم حاضرين في نفوسنا وحاضرين في وجداننا وحاضرين في احساسنا وابصارنا ومشاعرنا. الفنانين الكبار الاستاذ محمد رضا والاستاذ حسن حسني، لان الروايه كلها اربع ابطال بيشكلوا اعمده كبيره رائعه للعمل. مفاجاه بالنسبه لي بقى مدام سهير رمزي حقيقي. يعني ايه الدور من اي ناحيه؟ طبعا هي كممثلة لا يختلف عليها اثنين في السينما، انما كمسرح الدور هنا ليه تركيبة معينة. يعني شقية، انسانة متعفرطة، دمها زي العسل كده. يعني الدور زي ما بيقولوا عليه من الادوار الكومبليكيتد قوي. كانت مفاجأة بالنسبة لي. يعني انا ابتديت اعمل، انا كنت عامل حساب استاذ رضا وكده، انما ابتديت اعمل حساب طلعت ثالث في الروايه خايف منه. فابتديت فعلا اركب لها افيهات معينه وحاجات، يعني حقيقي كانت مفاجاه وربنا وفقها. هتبقى كويسه قوي قوي في الجامعه. امين يا رب. ده راي حضرتك برضه استاذ رضا؟ كلام طبعا. دي بنتي من زمان يعني، واشتغلنا مع بعض. كلهم ولاده. كلهم. قال انت رايي مشكله بقى. لا يعني يهمني اعرف راي حضرتك في الفنان سهير رمزي، يعني كحياه فنيه وكمع المسرح كتجربه جديده في المسرح. كتجربه جديده في المسرح. نجمه سينمائيه ما يختلفش عليها. وعلى فكره هي بتخدعنا انها طلعت على المسرح. لا 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 لا، الوقفه بتاعتها على المسرح. لا وقفه طلعت من الوقفه ممتازه. بس المسرح ده بيبقى واقف مهزوز. وبعدين هي ليها تجربه قبل كده، اشتغلت من حوالي يمكن 10 سنين واشتغلت مسرح. لانها صغيره ما شاء الله لسه. هدمها ماسك قوي على المسرح. اشتغلت يعني مسرح. فاهمه مسرح كويس. فاهمه وادائها عظيم جدا، بس هي السينما خدتها مننا شويه. قصيرة من البروفة. هلاك البروفة. بتستمتعي بهذا المنظر الجميل، النيل والجو الجميل ده. ده الجو ده ما نلاقيهوش ولا في احلى حتة في اوروبا صراحة. يعني انا سافرت وشفت بلاد كتير. بالنسبة للنيل هنا والشكل اللي انت شايفاه ده ساحر ساحر ساحر. بتستمتعي دايما بالطبيعة؟ قوي قوي بحبها قوي قوي قوي. يعني انا احب النهار اكتر من الليل عموما. يعني احب النهار بحب الصيف، علشان النهار بيخلص فيه متاخر، بيبقى وقت طويل النهار. وانا يومي مليان بقى بيني وبينك، يعني مليان بايه؟ مليان حاجات كتير. يعني لو ما كانش فيه شغل يعني بحاول اشغله
بالرياضه طبعا دي نمره واحد. بمشي وبجري في النادي، بروح معهد بعمل تمرينات، بعمل ايروبيك، بعمل اذن وساونا ومساج وكل الحاجات اللي ممكن تتخيليها في الرياضه. فده بيخلص مني على الساعه 4 5 تقريبا، وبعد كده بنزل امشي بقى في النادي، وبعدين بقى بروح مهدوده طبعا، بس ما باكلش بقى، يعني مش هروح اكل لا، يعني عشان الرجيم والرياضه والحاجات دي، فبتبقى محدوده الحاجات دي. وانت رايحه النادي وانت رايحه تعملي الايروبكس وتمارسي رياضتك في العربيه، بتحب تسمعي، بتحب تشريك ليه؟ هو انا عاده اول ما بركب العربيه بحب احط القران، يعني الاول الايه القرانيه كده، وبعدين بقى اروح حتى ورده احط ميوزك لايف ميوزك كده، انما في الغالب بتبقى ورده. يعني غير ورده بيبقى عبد الحليم، بيبقى عبد الوهاب كده. الطرب الطرب ما بتسمعيش الاغنيه الشبابيه؟ بتسمعيش الشباب؟ لا طبعا بسمعهم، ومعجبه بيهم جدا في حاجات حاجات. يعني انا بقول ان الاغنيه الشبابيه لازم احنا نبقى ما نقلدش، دي نمره واحد، احنا ممكن نقلد مش نقلد. اللي انا ملاحظاه في بعض شبابنا انهم بيحاولوا يقلدوا الغرب بشكلهم، حتى في تصوير الاجانب والمزيكا. لا احنا لينا تراثنا ولينا، يعني بحب اعمل اغنيه شبابيه اعملها زي ما كانت شاديه بتقدم الاغنيه الشبابيه، زي ما كانت صباح بتقدم الاغنيه الشبابيه. انما النهارده ما اقول اغنيه شبابيه ممكن اقول مونولوج، ما اقدرش اقول اغنيه شبابيه، يعني ان انا بس اصرخ واصوت ومش لا، ده انا مش مأيدة خالص. مين اللي بتحرصي على سماعه من الشباب؟ يعني انا بتعجبني قوي منى عبد الغني. عبد الغني عملتي طبعا مع عدد كبير من النجوم، نقول منهم الاستاذ محمود ياسين، الاستاذ نور الشريف، الاستاذ محمود عبد العزيز، كتير، الاستاذ حسين فهمي، الاستاذ عادل ادهم، كلهم تقريبا. الفنان محمود ياسين عملتي معاه لا 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 ده سيمفونيه. الاستاذ محمود ياسين ده سيمفونيه في الاخلاق وفي الذوق وفي الالتزام برضه بالمواعيد، وحقيقي يعني مش عارفه اقول لك ايه، هو او نور او حسين او محمود عبد العزيز، كل الناس دي حقيقي فعلا اسره، فعلا اسره، فعلا اخوات، فعلا بنحس في العمل ان احنا اهل، يعني اهل بمعنى كلمه اهل فعلا. اهم الافلام اللي قدمتيها ما هي؟ يعني انا بعتبر طبعا ان المذنبون من الافلام اللي فيها نقطه تحويل كمان في حياتي، بالوالدين احسانا، امراه من زجاج، رحله الايام للاستاذ بركات، طبعا بعد كده المطارد برضو، قصه نجيب محفوظ، وده كان حسن حظي ان انا بلتقي بس انا ليا تقريبا 5 اعمال عملتها الاستاذ نجيب محفوظ، وعصر الحب برضو كان الاستاذ نجيب محفوظ. يعني بعدين اهم بقى اولادي زي ما بيقولوا، انا بعتبرها زينب والعرش. ده مسلسل؟ اه لا انا بتكلم عن السينما. بالنسبه للسينما انا يعني هو بدايتي من اول ما ابتديت اعمل المذنبون ورحله الايام وامراه من زجاج وبالوالدين احسانا والمطارد والبدرون، يعني في مجموعه. تقدري تقسميهم لمراحل؟ يعني انا ما هقول مثلا الفتره الاولانيه كانت مرحله انتشار اللي هي قبل المذنبون، دي مرحله كنت محتاجه اقول فيها ان انا موجوده وان انا ممثله، هنا بعمل الدور ده، بعمل البلدي، بعمل البنت الشيك، بعمل الشغاله، بعمل المهندسه، بعمل الدكتوره، بعمل النماذج دي. انما بعد كده بعد مرحله الانتشار جه عمليه المذنبون، عملت لي وقفه ان انا ابتدي اعيد حساباتي مع نفسي بقى، وما اعملش عمليه انتشار، اعمل يعني بلاش حكاية الكم ده بقى، وابتدي اشوف ايه نوعية الادوار اللي اعملها. اتكلمنا عن النجوم الرجال اللي عملتي معهم، لكن الممثلات النجمات مين؟ يعني انا برضو في البداية اشتغلت مع السيدة نجلاء فتحي والسيدة ميرفت امين، لان احنا الثلاثة طالعين تقريبا في وقت واحد ومع بعض، فاشتغلت يعني كنت سعيدة الحظ بان انا اشتغل معاهم. وفي سرسرة اشتغلت انا وميرفت، وفي ثم تشرق الشمس اشتغلت انا ونجلة. يعني هو كان عمل واحد مع نجلة الحقيقة، وعمل واحد مع ميرفت،
بس لما بقعد افتكر دلوقتي بقول يا ريت الايام دي ترجع تاني، لان قد كده كانت روحنا حلوه واحنا بنشتغل، وكانت المجموعه حلوه وكلنا بنخاف على بعض، اصحاب يعني عارفه، اصحاب زملاء اخوات، ده كان موجود. كان في مواقف اكيد يعني بينعكس عليها هذا الكلام. طبعا يعني على الاقل هو ما كانش فيه حته الغيره، حته القلق، حته ان لا دي دورها احسن مني، لا ده انت خدت لها كروزات اكتر مني، ما كانش ده موجود خالص. كان صداقه وروح اسره قوي. لا انت عملتي المشهد ده حلو، لا انت كمان لا البسي ده، خدي ده من عندي، هاتي ده، يعني كان ده موجود. لما تكوني مرهقه من العمل وبعد عناء يوم طويل بترجعي البيت بتكوني محتاجه تضحكي، ممكن تحطي شريط فيديو في البيت تشوفي. انا جوي الافلام القديمه العربي، وما بكون يعني قبل ما انام عموما اوتوماتيك بروح حاطه شريط فيلم مثلا للكسار لاسماعيل ياسين، يعني احب انام على ده، يمكن احلام دمها خفيف ما تبقاش احلام فيها غم. فدي نوعيه اللي انا بحبها من الافلام العربي القديمه قوي. والمسرحيات الكوميديه يعني انا طبعا ما فيش شك انا بعشق حاجه اسمها فؤاد المهندس وشويكار على المسرح. وانا سعيده جدا على فكره، احب اسجل ده ان هم رجعوا تاني، وده لقاء اتمنى من ربنا ان ربنا يوفقهم فيه، لان حقيقي هم سابوا فجوه زي ما بيقولوا كبيره وفراغ جامد في المسرح. وعلى الله العمل اللي هم نازلين بيه ده يتكرر كمان، لان هم كثنائي ناجح مفيش شك ما يختلفش عليه. فاكيد مسرحياته، مسرحيه سمير غانم طبعا، سعيد صالح، عادل امام طبعا، ده حدوته ثانيه خالص، سكه ثانيه خالص. بتشوفي افلام سمير غانم؟ انا بشوف افلامي مره واحده بس، يعني ايه الفيلم لما يكون جديد اذا حضرته في عرض خلاص ما اشوفوش ثاني، إذا عندي في الفيديو ما كنت شفته بشوفه مرة واحدة وخلاص ما حبش أشوفه تاني. بتكوني ناقدة نفسك. وببقى عصبية جدا، وببقى يعني كل إيه اللي أنا عملته ده وحش، كان لازم يبقى أحسن من كده، يعني عمري ما بطلع نفسي كويسة في حاجة أبدا. طب مش ده ممكن يفيدك في الأعمال اللي هو كفاية عليا مرة، لو مرة ثانية هنتحل. يعني هي بتبقى مرة ببقى خلاص كل حواسي تجاه الشخصية أنا عملتها كويس ولا وحش حلوة. فغالبا طبعا الفنان ما بيرضاش عن نفسه عادة يعني. وانا من الناس اللي مش راضي عن نفسي على طول في شغل، يعني قلقه تملي ما اعرفش، يمكن هو ده طبيعه الفنان. في عمل بتنطبق عليه المواصفات اللي دايما بتطلبيها في اي عمل فيلم دي وقدمته بطله غيرك وكان تتمني انك تقدميه؟ لا، هو ما فيش شك ان في اعمال كتير، بس انا بيبقى لي وجهه نظر ممكن في الربط للدور، الشخصيه، الشكل، ممكن زميله ثانيه تشوف ان ده صح وده مظبوط وده تبقى هي وجهه نظرها اصح منها. وممكن اشوف روايه تعجبني جدا لبعض الزملاء واقول انا الدور ده يعجبني، انا كنت احب ان انا اعمل الدور ده، وده الفنان عموما يعني. وده حاصل لي، بس حاصل لي يمكن على مستوى افلام مش مصريه، يعني انا بتفرج على الافلام الاجنبيه واقول يا سلام لو الواحد يعني يعمل الدور ده، بس زي امكانيات بس. زي انا في روايه عجبتني قوي اسمها لماذا اعيش، الروايه دي لا تتخيلي انا حاساها وحبها قوي، بس لما نيجي نمصرها او نشرقها بطريقتنا هتبقى صعب شويه. انما من الحاجات اللي كنت اتمنى فعلا ان انا اعملها، كيلو فاشا كنت اتمنى ان انا اعملها، بس طبعا مش ممكن هنعمل احلى من اللي اتعمل الا اذا كان عندنا الامكانيات على المستوى ده، وده صعب بالنسبه للسينما. طب بالنسبه للافلام العربيه؟ الافلام العربيه طبعا انا ضد ان انا اعمل فيلم قديم وعيد، انا ما بحبش الحكايه دي وضدها، لان اللي اتعمل قديم اكيد حلو له طعم، لما اجي اقدمه على جديد يا اقدمه على وجهه نظر ورؤيه جديده وشكل جديد، والا ما اقدم طب القديم موجود، طب انا هقدم ايه؟ نفس الكلام هقوله ونفس الحوار، بس الممثلين متغيرين. طب الممثلين اللي عملوه برضه لهم جمهورهم ولهم طعمهم ولهم شكلهم. فانا ضد القديم وضد ان انا احب فيلم عربي اتعمل، لا ده انا بعيد عنه تماما. الفيلم العربي اللي دايما بيشدك وتحبي انك تشوفيه اكتر في اوقات كثيره؟ احب اشوف دعاء الكروان للسيدة خديجة حمام، من الافلام اللي بتعجبني قوي، وسيدة القصر، ورابعة العدوية والفنانة نبيلة عبيد، وأفلام كتير الحقيقة، بس دول من الأفلام القريبة مني قوي. دايما المنافسة
بين الفنانات، مش هقول الفنانين الرجال، المنافسة بين الفنانات دي بتكون لصالح المشاهد؟ طبعا هي لو كانت منافسه شريفه تبقى لصالح المشاهد، انما لو كانت منافسه فيها بليانه بقى وتحديات وحاجات كده تبقى مش لصالح لا المشاهد ولا الفنان نفسه. انما هي المنافسه بحد ذاتها انا بحبها جدا لانها بتدي قوه ودفع وحماس، وبتبقي يعني انا احب قوي ان انا اشترك في فيلم ومعايا ابطال نساء يعني زميله او اثنين. كنت اتمنى اشترك في فيلم فيه سيد سعاد حسني، نبيلة، نجلة، مربة، يعني احب ان احنا نعمل الاعمال دي مع بعض عشان ده بيبقى حلو، بيدي قيمة اولا للفن، بيدي قيمة للفنان انه قصاد الفنان كبير تحس في عمل بيتعمل حلو، يعني ما بيكونش هنا بقى انا اسمي الاول وانا اسمي وانا طلعت في مشاهد اكتر وهكذا. في هو الدور والاداء هو اللي هيخلي الناس تقول مين احسن، مش اسمي ولا فين ولا دورك ولا مشاهدك، لا لا انا ما فيش الحته دي خالص، يعني دي معدومة عندي، هو بس انا اعمل دور حلو في فيلم جيد والناس تقول الله انت كويسه في الفيلم ده، يهمني اكتر من اسمي يبقى مكتوب قد كده وعامله فيلم فاشل دي بتموت. الفنانة اللامعة سهير رمزي، كيف تكون الفنانة نجمة لامعة؟ هو احنا بنقول عندنا على فكرة في السينما في حاجة، في نجم وفي ممثل، وفي ممثل ونجم. يعني هي طبعا لما بيبقى ممثل ونجم بيبقى احسن كتير، لما بيبقى نجم ممكن ما يبقاش ممثل بس بيبقى نجم، يعني عارفة في ناس تشوفيهم كده تقولي ايه فيها حاجة، يعني بتشدك، فيها لمعة، فيها شيء، ده النجم. يعني بيعتمد على ايه؟ يعني هل الشكل، هل الشخصية؟ الشكل، الشخصية طبعا ليها 70-80%، بس الشكل له كمان نسبة كبيرة قوي ان هو ممكن يأهل الانسان لانه يبقى نجم. يبقى انت عارف النجم كده تحس ان هو ايه منور، ممكن مش فنانة وتلاقي ست ماشية في الشارع انما تلفت نظرك، فيها حاجة، فيها شكل، فيها في حاجة، في جاذبية فيها من ناحية معينة. وممكن في ممثلين، مع احترامي طبعا للممثلين اللي موجودين كلهم، انما في ممثلين ما هماش نجوم مش معروفين بس ممثلين كويسين جدا، انما حتة النجم اللي بتلمع دي مش موجود. فالنجم حاجة طبعا والممثل حاجة. يعني ممكن صنع النجومية ولا دي من عند ربنا؟ لا انا بيتهيألي انها بتبقى من عند ربنا، يعني هي ممكن تحاولي تصنعي نجم وما يبقاش نجم برضه، يعني مهما حاولتي فيه ومهما لمعتي فيه ومهما عملتي فيه هو ربنا مش مديله حتة اللمعة دي استحالة يبقى نجم. ممكن يبقى ممثل جيد يتعرف ممكن، انما صعب انه يبقى نجم، صعب قوي قوي قوي. واحنا عندنا يعني على سبيل المثال في ناس كتير قوي ما عملوش اعمال كتير انما تحسي انك تعرفيهم، ليه؟ لان هم شكلهم خلاص من اول مره شفتيه حسيت ان في حاجه في البني ادم ده او في اتعرفتي عليه. النجوميه بتفرض قيود معينه، قيود كتير قوي 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 قوي، ويعني على قد ما هي ممكن تكون النجومية دي حلوة ومريحة ولذيذة وبحبها وبموت فيها، انما متعبة بشكل ما قلتش عليه. ازاي؟ اقول لك ازاي. يعني انا ايه من الناس اللي احب قوي ان انا ايه انزل اشتري حاجتي بنفسي واتفرج، وزي كل الناس يعني بيبقى في متعة عند الواحد لما بينقي حاجته ويشتريها. النجم هنا صعب قوي لما بينزل يتمشى في شارع ويخش محلات، صعب انك تركني عربيتك، على ما بتركني عربيتك بتحسي انك انت هتنزلي تعملي يعني شيء من لفت النظر للناس لا هتبقي انت براحتك ولا هتبقي حتى سايبه الناس براحتهم، فده طبعا شيء متعب الى حد ما، انما هو في حد ذاته نعمه برضه من عند ربنا بيرضي بتعمل حاجات كتير. طبعا طبعا طبعا. تحب السفر؟ قوي، بموت فيه، يعني دي يمكن من ضمن هواياتي المفضلة ان انا اسافر. اول ما بلاقي عندي وقت ان شاء الله مثلا 10 ايام ممكن اقضيهم في السفر. فين سافر اهم مكان واجمل مكان بالنسبة لك؟ هو انا مش عايزة اقول اجمل مكان بالنسبة لي، لأقول ان انا بقول كده يعني لأي اشياء معينة، انما انا شخصيا ببقى سعيدة جدا لما بقضي فريضة العمرة. فريضة العمرة بالنسبة لي بتبقى متعة ما بعدها متعة، يمكن ده احلى وقت انا بقضيه واحلى سفرية واحلى طيارة واحلى معاد انا بروح فيه. ما عدا ذلك بقى اي مكان مثلا في اوروبا، في باريس، في لندن، في اي حتة بتبقى تتساوى مع بعضها. زرتي اي دول؟ كتير قوي يعني طبعا، يعني اوروبا كلها تقريبا وامريكا، هو الحته الوحيده اللي انا ما رحتهاش الحقيقه الفار ايست، ده اللي انا نفسي لسه ما شفتيش اليابان والفلبين دي اللي انا ناويه باذن الله.
الدول العربية. الدول العربية بس العربية السعودية طبعا. بس ما فيش هي دي. ويعني في الدول العربية ما زرتش غير جدة. يا ربي مش جدة كمان لا. مكة والمدينة. يعني ما رحتش جدة. يعني حتى ما نزلتش في يعني على قد يعني المناسك فقط. مناسك كتير يعني أنا بإذن الله ناوية لما أروح برضو أشوف جدة لأن بيقولوا لي بقت شيء جميل جدا. جميلة جدا. لما بتسافري بتبقى هدف بالنسبة لك أساسي المشي بعيدا عن الناس اللي بيعرفوكي. بتبقى جميلة بقى برا طبعا. في أي بلد عربية ما برا في أوروبا بتبقى متعة بقى. يعني طبعا لا بفكر بقى في عربية ولا حاجة خالص. بنزل أمشي على رجلي على قد ما أتعب. يعني كل ما بتعب شوية بقعد على أي كافيتيريا أخد أي حاجة ساعة وبعدين أكمل مشي. بتتفرجي بقى على المحلات بتعملي شوبينج براحتك. طبعا الناس قل قوي لما بيبقى فيه عرب أو ناس عارفوكي بيبقوا طبعا ظراف جدا ومجرد ابتسامة وانتهينا على كده. إنما ببقى براحتي بقى ببقى ممارس حياتي الطبيعية. ممكن تبقي منطلقة جدا ما فيش مكياج ما فيش ولا حاجة خالص. لا ولا حاجة يعني خلاص قلعت كل ده براحتي.